الصالح وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزق ذو الآخرة بالتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في السفر الأولى ولو أنا أجبناهم بأذب من قوله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ونتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. الله أكبر. الله.